البيجلز هنحتاج علشان نعملها 3 كوبايات من الدقيق، هنحتاج كمان كوباية من المية الدافية وثلاث معالق كبيرة من السكر، معلقتين كبار من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من الملح. وللوش محتاجين بيضة وحليب ورشة قهوة سريعة الذوبان وشوية سمسم. للتسوية هنحتاج مية مغلية ومعلقتين كبار من العسل الأبيض، وفي بعض الطرق بتحط كربوناته، ممكن كده ومية مغلية وكربوناته، كده ينفع وكده ينفع. وهنحتاج بقى شوية حاجات تركي، سلامي، معرفش ايه، جبن، علشان نعملهم سندوتشات بعد كده. يلا بينا نبدأ شغل على طول. عندنا هنا العجانة، وهنستخدم سلاح الخطاف او الهوك اتاتشمنت، هي اللي بتكون مناسبة للوصفة دي. هنحط هنا الدقيق، السكر، الخميرة، المية، ونبدأ نعجن. نسيت احط الملح في الاول، فهندي معلش رشة ملح للعجينة. وهنزود مية لو العجينة محتاجة. يلا بينا. يا جماعة العجينة، العجينة بقت كورة اهي، بس مش كورة حلوة خالص، كورة منعكشة ومفيش فيها اي انسيابية كده، ومش عجينة ناعمة ابدا، محتاجة لسه عجن شوية حلوين عشان تبدأ تبقى عجينة متجانسة. فهنعمل كده ونسيبها تتعجن. وفرق كبير طبعا بين العجينة قبل العجن وبعد العجن، بقت حاجة تانية خالص. تعالوا بس ايه، محتاجين نعيد تنظيم الدنيا هنا عشان يبقى عندنا مكان نشتغل فيه. نوسع كده خالص، ويدي الجبن.
هنشوف دلوقتي العجينه مع بعض. بعد ما اتعجنت طبعا طعمها شكلها اسفه بقى حاجه ثانيه خالص، ملمسها بقى حاجه ثانيه خالص. نقلع كل اللي في ايدينا عشان نشتغل براحتنا. ونيجي هنا قبل ما نبدا نشتغل بالعجينه هنحط الميه على النار، ميه على النار تغلي. وهحط معاها عسل ابيض، انا بس مش لاقيه العسل الابيض يا ولاد. هو موجود؟ اه، عشان محطوط في بول اسود مش شايفاه اهو. يلا بينا. هاخد العسل انزله في الميه دي، وده طبعا تكنيك تسويه البيجل، بتنزل في ميه الاول قبل ما تتحط في الصينيه تستوي. وينفع عسل او ينفع كربونات، والكربونات بتخليها هشه ونفشه كده، بس العسل انا جربته برضو ولقيته لطيف. فيعني مره عملتها لكم انا بالكربوناتو، فقررت ان انا اعملها المره دي ايه بالعسل، عشان لو حد ما عندوش كربوناتو يبقى عنده بديل والدنيا تبقى تمام. تمام، تعالوا نشوف العجينه. العجينه اهي بعد ما اتعجنت، طبعا الشقوق الكتير قوي اللي كانت فيها ما بقتش موجوده، وفيها لسه طبعا، بس مع اللم كده بالايد هتبقى ألطف بكتير من المنظر اللي فات. بنلمها كده بإيدينا، بصوا مجرد إيه، لمتين تلاتة خلاص بقت زي الأمر. أنا عاملة نص مقدار على فكرة، ده كوباية ونص دقيق مش تلاتة، عشان بس ما تستغربوش إنها صغيرة قوي كده. ودي بتتساب لحد ما تختمر وتتضاعف في الحجم. بولة، هنرش البولة شوية دقيق، وهنحط فيها العجينة، وهنرش العجينة برضو شوية دقيق، وهنغطي بكلينج فيلم أو ستريتش أو البلاستيك الشفاف اللي بيلزق على البولات، لأن ده أحسن حاجة بتخلق جو من الرطوبة كده جوه البولة، وتخلي العجينة تختمر كويس قوي، بتمنع كمان وصول أي هواء ليها، فبالتالي العجينة ما بتعملش قشرة. حد هيقولي طب ما تعمل قشرة، يعني إيه المشكلة؟ ما هي لما بتعمل قشرة بتمنعها من إن هي تعلى، فعشان كده إحنا يعني محتاجين نأمن على إن العجينة ما يدخلهاش أي هواء، يا إما ستريتش يا إما البولات البلاستيك اللي بغطا، الاتنين ينفعوا ممتازين مفيش مشكلة. ونبدأ نشتغل بالعجينة اللي احنا خمرناها او سبناها تختمر كويس. عايزين ايه احنا دلوقتي؟ اه، عايزين صينية، الصينية اللي هنحط فيها البيجلز تبقى جاهزة قدامنا كده، وعايزين العجينة الخمرانة اللي هي موجودة هنا اهي. عجينة هشة جدا، وهي قريبة جدا من عجائن كتيرة قوي عملناها، ولكن هي الفرق فيها طريقة التسوية او تكنيك التسوية هو اللي مختلف تماما عن اي حاجة تانية. هننزل العجينة الخمرانة رشة كده بس من الدقيق، وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنقسم العجينة دي. انا بحب اقسمها بالتوالي. يعني ايه بالتوالي؟ يعني اقسم نصين واجي النص اقسمه ربع، عشان اضمن ان كل حاجة تبقى قد بعضيها. طبعا اللي عايز يقعد يوزن مفيش مشكله يوزن، وكل ربع بقسمه اتنين كمان، فيبقى عندي تمن وتمن، فانا كده ضمنت ان كل الكور قد بعضيها، مفيش حاجه اصغر او اكبر من حاجه. بنعمل ايه في الكور دي بقى؟ هقول لكم حالا. هناخد كده حته العجينه نلم اطرافها ونبدا نكورها، وانا بكورها بقوم عامله فيها خرم من النص، وهتعملوا كده شايفين بس كده، فيبقى جواها الخرم الدائري ده متناسق، ونسيبها تختمر بالشكل ده. نكور تاني. في طرق كتيرة قوي لف البيجلز، دي طريقتي المفضلة. اه كده نعمل خرم، واهو كده كأننا بنلعب بحاجة. بس بصوا بقت عاملة ازاي، تعالى وريها للناس. بصوا
المفروض يكون فيها خرم صغير مش كبير. تاني نفضل بقى نكور ونعمل فيها الفتحات دي علشان تبقى كلها نفس الشكل، واحنا عشان قسمنا بالطريقه اللي عملناها نص في نص في ربع في ثمن فكلها قد بعضيها بالظبط، ودي الطريقه اللي بنشكل بيها البيجل. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ هي خلصت كده؟ لا ما خلصتش ولا حاجه، دي لسه ايه بتقول يا هادي. اللي بنعمله بعد كده، انا عامله بيجلز صغنطتين، ممكن تخلوها اكبر ويبقوا كبار مفيش مشكله. اللي بنعمله بعد كده ان احنا بناخدها ننزلها في الميه السخنه اللي ما غليتش لحد دلوقتي، ما اعرفش ليه، يمكن عشان انا فاتحه عليها، اغطي علشان تغلي. الميه هنا غليت هي والعسل. اللي هنعمله يا حبايبي ان احنا هناخد البيجلز زي ما هي كده وننزلها في الميه. ايه ده؟ اه ما تقلقوش، هننزلها في الميه تاخد غلوة واحدة وهي هتقول لنا لما تبقى جاهزة تطلع. طب هتبقى جاهزة تطلع امتى؟ هتبقى جاهزة تطلع لما تقب على وش المية وتقعد كده ايه يعني حبة صغيرة خالص، مفيش ما تكملش يعني 30 ثانية. ثواني نحط اخر واحدة ونيجي نطلع. فين يا نور؟ ويلا بينا هنبدأ نطلع بالظبط ونرص على الصاج. بشوية المية اللي فيها ما يجراش حاجة خالص، مش هيأثروا علينا في حاجة. شايفين اتنفخت ازاي؟ النفخة دي هي اللي حصلت من المية اللي نزلت فيها دلوقتي، وده بالظبط المنظر اللي احنا عايزين نشوفه. زي الفل، هنشيل المية المغلية وهنيجي للبيجلز دي. نحضر الخليط اللي هندهن بيه الوش، شوية لبن وبيضة وقهوة سريعة الذوبان، هنقلب كله مع بعضه، البيض مع اللبن مع القهوة سريعة الذوبان، عايزين كله يدوب في بعضه، محدش يقلق من الريحة خالص، ريحة البيض عشان احنا حاطين قهوة سريعة الذوبان. وهنعمل ايه دلوقتي يا ولاد؟ هنيجي ناخد فرشة وندهن بيها وش البيجلز. فرشة كده لكل واحدة هتعمل لنا حاجتين، هتديها لمعة ولون تحفة، وغير كده هتخلي السمسم يمسك فيها. طب انا مش عايزة احط بيض، عادي خالص ما تحطيش بيض، مش تاخدي بس لمعة، هتاخدي لون عادي ذهبي عادي من غير لمعة، وهي مبلولة ولسه طالعة من المية رشي عليها السمسم هيمسك فيها برضو عادي جدا، بس انا بحب لمعة البيض وريحته ما بتضايقنيش في اي حاجة لما بحط قهوة سريعة الذوبان. كله بالمنظر ده بالظبط بيدي لون جميل. وهناخد السمسم، يا مسمسمين انتوا يا حلوين، اي شفتوا كان السلك هيكعبلني، ونحط سمسم على الوش. ممكن تحطوا حبة البركة كمان لو عايزين. السمسم طبعا يفضل يكون ابيض عشان هو هيدخل الفرن وهيلون، فلو هو اصلا ملون هيغمق قوي. نقدر نحط سمسم قليل كتير، احنا حرين بقى، دي حاجة ترجع لنا. وعلى الفرن عدل درجة حرارة 220 حرارة من فوق وتحت، واللي عنده مروحة حرارة طبعا يشغلها. ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق، يعني هي العجينة بتبقى اوريدي خدت شوية سوا من جوه يعني، عشان احنا نزلناها في المايه المغليه، فاحنا ايه بنخلص الحاجات. والبيجلز بقى يا جماعه بتستخدم ك
كبديل للكايزر بيتعمل بيها سندوتشات، ممكن تتاكل كده مع جبنه كريمي واي حاجه انتوا بتحبوها، فهي بديل للعيش، بديل للعيش، بديل رائع كمان. مستنيين دلوقتي المطبخ يعني مشكورين بيساعدوني وبيعملوا لنا شويه محشيين، اللي باللانشون واللي بالسوسيس واللي بالسجق واللي بالتركي، عاملين لنا تشكيله كده. بصوا المنظر، تعالوا انا هرصها في الطبق ده وانتوا بقى اتفرجوا كده وانا برص. شايفين الحلاوة؟ هيجي لنا دلوقتي تاني هنكمل بيها الرصة. وممكن الحقيقة انتوا هتجيبوا لي كام واحد؟ واحد بس؟ حلو، عشان نحط، انا عايزة كده اصلا عشان نحط اللي في ال، لا ده انا عايزه احط بطاطس هنا عشان نعمل تاور، وهحط بطاطس كمان في النص بين الحاجات. فده كده يعني جبل من الحلاوه، تحطوه كده في عيد ميلاد، في عازمين صحابكم كده ايه، تتفرجوا على ماتش ولا حاجه، يبقى رائع. بصوا يا جماعه اهي، انا هسيبها هنا بس تشوفوا شكلها، هي لسه طبعا عايزه تاخد لون، ولكن ده المنظر الاساسي. طبعا ده لو عملتوها كوره مش مبططه، التانيه المبططه اهي دي، فبراحتكم الاثنين حلوين والاثنين قمر والاثنين بيطلعوا يجننوا. انا هسيبها هنا بس تشوفوها وانا اكمل سواها بعد الحلقه.